وللمزيد حول النفوذ الإيراني في العراق في ظل حديث عن تحولات إيرانية باتجاه مقتضى الصدر، ينضم إلينا عبر سكايب من كوالالمبور الأكاديمي والباحث السياسي محمود المسافر. مرحبا بك معنا سيد محمود. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. يعني أبقى معك في هذا الموضوع وموضوع الارتهان الذي أشار إليه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أنه تعامل زعماء الميليشيات في العراق مع حادثة وفاة إبراهيم رئيسي يدل على ارتهانها للنظام الإيراني. برأيك إلى أي مدى قد يتغير الوضع مع وفاة رئيسي؟ شكرا جزيلا لك أخي العزيز، بارك الله فيك، تحية لك ومشاهديك الكرام وقناتكم. الحقيقة يعني وكأنه الناس أو الإعلام أو المراكز السياسية يبحثون عن أدلة جديدة لتبعية النظام بكامله في العراق إلى إيران، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية في نوفمبر 2011. هذا الأمر أصبح واضحا منذ ذلك التاريخ، ولم تعد هناك أي شكوك بتبعية هذا النظام، بل إن يعني قد يكون، ومع الأسف أنا أتفق مع كلام الرئيس ترامب، إن أصبح العراق منذ 2011 إلى اليوم وهو كأنه جزء لا يتجزأ من إيران، وكأنه محافظة إيرانية، وإيران تسيطر على الثروة العراقية، وإيران هي التي توزع الثروة العراقية على الناس في داخل العراق وفي خارج العراق. فالميليشيات من خارج العراق أيضا هناك حصة لهم في الثروة العراقية. بعد وفاة رئيسي، اذا نرجع للسؤال، معلش دكتور، يعني لكن كيف يمكن ان يترك هذا الكلام من رئيس امريكي سابق من المحتمل ان يكون الرئيس المقبل على المشهد وعلى القوى الموجوده في العراق برايك؟ شوف، هو اي مرشح امريكي يكون، يعني هذا معروف في الولايات المتحده الامريكيه من في الحزبين، يعني الديمقراطي والجمهوري، يكون أكثر حرية في إطلاق التصريحات عندما يكون في، يعني عندما يكون خارج السلطة أو في حالة الترشح، هو من أجل إيجاد ثغرات لدى الحكومات التي تحكم، الحكومة التي تحكم أو الحزب الذي يحكم. لذلك هو يعني قال أمثلة كثيرة مثل هذه قبل أن يحكم في المرة السابقة، لكن عندما حكم نعم رأينا أن هناك تشددا اتجاه موقف مع إيران، وأن هناك كان تشددا بالتالي تجاه الموقف مع حكومة. قصدتم سؤالي دكتور هو يعني نظرة الأحزاب الموجودة والقوى الموجودة داخل العراق إلى مثل هذا الكلام، وفي الحقيقة في نهاية المطاف هذا البلد للعراقيين، وهو هناك تدخل سافر جدا، وهناك سيطرة على معظم يعني السلطات في الدولة بشكل أو بآخر، سيطرة إيرانية. نعم طبعا، بالتأكيد، يعني هذا أصبح واضح للجميع. المشكلة هي أننا يعني أن الدول وأن السياسات الخارجية تعودت على ذلك، تعودت على أن تتعامل مع العراق وهو مرتهن إلى إيران منذ أكثر من 15 سنة أو 14 سنة الآن. هذه هي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية ليس في الواقع، الواقع هذا موجود ومن زمان، لكن المشكلة أنه الدول تعودت في ذلك، حتى أن أصبح يستقبل هؤلاء المرتهنون للسياسة الأمريكية وللأدوات الأمريكية، يستقبلون استقبال الرؤساء واستقبال أصحاب السيادة، وهذا يعني من الخطأ الكبير اللي راح يجر إلى سوابق كبيرة لا تؤذي العراق فحسب، وإنما تؤذي المنطقة وتؤذي كل الدول التي تعاملت بهذا الشكل المنحرف مع ما يسمى بالحكومة العراقية. نعم، من ناحية أخرى دكتور، موضوع العلاقات الداخلية بين تلك التيارات الموجودة وما يشر الحديث عنه مؤخرا ومحاولة فهم قرارات مقتضى الصدر، سواء بتغيير اسم تياره أو بتمرير ما يسمى عيد الغدير، وهل هذه محاولة للتقرب إلى إيران أكثر أو كيف يمكن أن تفهم؟ نعم، بالتأكيد هذا موضوع واسع جدا، لكن سأبدأ من قضية بسيطة جدا، إن يعني معلومة بسيطة جدا، إن الميليشيات في العراق هي لا تختلف
كثيرا ابدا عن كثير من الميليشيات في امريكا الجنوبيه وفي بعض دول اسيا وفي بعض دول افريقيا، في الدول التي تعاني من انتشار المخدرات وتعاني من انتشار تجاره السلاح وتجاره الرقيق. هذه هي نفس انواع الميليشيات. هذه الميليشيات عندما تؤسسها جهه معينه، وعاده تؤسسها جهات استخباريه، عندما تؤسسها جهه معينه تكبر وتكبر، تصبح تايكون خطير، يصير ايضا خطر على الذي على الجهه التي اسستها ربما. تعني دكتور محمود؟ نعم، انقطع الاتصال. تفضل دكتور محمود. يبدو ان هناك خللا في الاتصال من المصدر بالدكتور محمود المسافر، وهو الاكاديمي والباحث السياسي، كان معنا من كوالالمبور. نرجو ان نتمكن من الاتصال مره جديده. تفضل دكتور، الان نستطيع ان نسمع صوتك. تفضل. عفوا، اقصد نتذكر جميعا نورييغا في بنما، وكيف ان الولايات المتحده الامريكيه بعد ان كبر هذا التايفون واصبح اكبر من حجمه الطبيعي، بالنتيجه اختطفته الولايات المتحده الامريكيه وغيبته في السجون لانه اصبح اكبر مما قدرته الولايات المتحده. هكذا هي الدول واجهزه الاستخبارات عندما تنشئ الميليشيات، مثل الحاله اللي واقعه في العراق. هذه الميليشيات تتوقح كثيرا وتخرج خارج اطار ما رسم لها من خطوط، وبالتالي تصبح بالنتيجه عبء كبير على الدوله التي اسستها، لا سيما اذا ناخذ بنظر الاعتبار ان ايران اليوم، بالتاكيد هي ليست ايران الامس، ايران اليوم ومع كل البروباغندا الاعلاميه العظيمه التي تدور حولها، حتى الهاله الامريكيه التي توضع لايران، لكنها في الحقيقه ايران اليوم اضعف، وذلك بسبب توسع الاذرع الكبيره التي مارسته ايران من ثروات غير ثرواتها، وبالتالي هي بالغت كثيرا في انشاء الميليشيات، من الميليشيات العراقيه الى ميليشيات الحوثي الى ميليشيا حزب الله. ماذا تقصد دكتور؟ هل تقصد بان السحر قد ينقلب على الساحر في لحظه ما؟ بالتاكيد اخي، هذا ليس لانني اتوقع ذلك، ولانه هذا حدث في التاريخ. عندما ندرس كل انواع الميليشيات، لا سيما ميليشيا المخدرات وتجاره السلاح والرقيق، وهي لا تختلف تماما عن ميليشيا الاسلام السياسي، هؤلاء الحقيقه بالنتيجه سينتهون الى احتراب داخلي مثلا، الى نهايه التي سيختارها هو الحليف، هو الحاضنه التي جاءت به. نعم، وليس بمعنى اخر انها قد تصبح قوة محلية يعني تعود لقوميتها ولبلدها بالنفع وما إلى ذلك يعني. لا، هذه ميليشيا عسكرية تقتل وتذبح، لا يعني لا يمكن لمجرم نعم. يرجع إلى أن يكون مواطنا صالحا هكذا بدون أن. هل يجري هذا الحديث دكتور على الأحزاب التي تحتضن هذه الميليشيات أو تغطيها سياسيا وإعلاميا؟ لا، هذا يصير موضوع اخر، لانه مثلا انت لا يمكن ان تتوقع لحزب الدعوه كما تتوقع لميليشيا قيس الخزعلي. نعم، لان حزب الدعوه بالنتيجه هو عنده افكار وعنده حركه وعنده بعض الجماهير، وان فقدوا اغلب جماهيرهم كل هذه الاحزاب بسبب ارتهانهم الكبير الى ايران، لكن نبقى نتعامل مع بعض الاحزاب وليس كلها، خصوصا الاحزاب اللي ذات طابع تاريخي، نبقى نتعامل معها بطريقه مختلفه تماما عن الميليشيات التي جاءت على اساس مختلف. نعم، تماما. وصلت الفكره دكتور محمود المسافر من كوالالمبور الاكاديمي والباحث السياسي، اشكرك جزيلا. شكرا.